ولا الأصلية تاع الفيروس بدأت يعني تضعف من ناحية الانتشار، وهذا طبيعي جدا. وبعدها ظهرت يعني سلالات، يعني اللي هي سلالات من الفيروس الأصلي، ولكنها يعني بدأت تنتشر، لأن الفيروسات عامة، فيروسات الكورونا فيروس لما تمشي كثيرا تتغير، ففيه تغيرات طرأت على الفيروس. بين التغيرات هي السلالات اللي الآن معروفة في العالم، وبين هذه السلالات السلالة البريطانية لأنها أكثر انتشار، فبالتالي ولكن ليس لها علاقة حاليا بالخطورة. فنحن الآن في الجزائر لنسنا بمنأى عن العالم، فبالتالي سجلنا أول حالتين، وفيه بلدان مجاورة سجلت الحالات، فبالتالي نحن نقول لماذا وضعنا، لأن بكل شفافية قلنا أن السلالة الآن موجودة في الجزائر ممكن راح تنتشر، ولكن هذا يعني يأتي بنا إلى العودة بصرامة إلى الإجراءات الوقائية، لأن الإجراءات الوقائية كوضع الكمامات خصوصا والتباعد هي الوحيدة اللي تقدر تقطع وتكسر انتشار هذا الفيروس. وبالتالي أنا النداء اللي نجابه المواطنين أنهم يلتزموا بالبروتوكول الصحي لمنع هذا الانتشار، خصوصا وأن الوضع الوبائي جيد، وإن شاء الله الهدف تاعنا هو المحافظة هذا الوضع الوبائي الجيد والمحافظة عليه تمر إجباريا على يعني الإجراءات البروتوكول الصحي.